حضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. في المفروض في هذا التوقيت ان انا بهني حضرتك ب 25 يناير وبثوره 25 يناير، ولكن في مجهود حضرتك بتقوم بيه دلوقتي ومتابعه ميدانيه لما يحدث في القاهره وخصوصا في منطقه المطريه. فيعني بالتوفيق وكان الله في العون. الله يخليك. انا لسه راجع بالفعل من المطريه. انا كنت امبارح قلبت جماعه بتوع هيئه الرافع الحي. أيوة. هم يضيفوا كل اثار الاعمال بالامس في المنطقه، الاعمال التخريجيه اللي تمت بالامس في المنطقه. أيوة. وكنت رايح عشان اطمن على الحي وعلى الخدمات اللي موجوده هناك، وانا كنت يعني تفاضل بقى وجودي هناك مع قيام رجال الحمايه المدنيه بابطال مفعول قنبله اكتشفها احد عمال هيئه النظافه النهارده. أيوة. وتم ابطال يعني تاثيرها بالفعل يعني. أيوة. الشيء اللي انا يعني كنت متاكد منه، لكن برضه حبيت ان انا اؤكده لما اروح في الزياره، انه ابناء المطريه ليس لهم اي علاقه بكل ما يحدث، وانه اللي بيجي المطريه ويحط القنابل دي وبيفتعل بيقوم بهذه الافعال الاجراميه ليسوا من ابناء حي المطريه. ولو تشوف حجم الحماس بتاع الناس هناك وسخطهم على من يقود بهذه الاعمال، تتاكد من الكلام اللي انا بقوله ده. ايوه. انا بحييهم، انا قابلت شباب كتير جدا هناك، يعني كل كلامهم ربنا ينصركم وربنا يخلصنا منهم وهكذا، وده دليل قاطع على انه من يقوم بهذه الاعمال ليسوا هم شباب حي المطريه، اللي انا بحييهم يعني على وقفتهم. وجود حضرتك مهم جدا في هذا التوقيت وسط الاهالي، لان مسانده الدوله للمواطن في هذه الفتره مهم. حضرتك يعني ريت تقول لي حجم الخسائر اللي كانت موجودة، وازاي نقدر نرجع هذا الحي الى طبيعته وعودة الحياة مرة اخرى. هو شوف، انا النهاردة اللي انا يعني لاحظته ان الامور يعني شبه طبيعية فيما عدا الاغلاق اللي تم عن القنبلة دي. أيوة. وقنبلة اخرى قريبة من نفس المكان، لكن احنا الامور عادت الى طبيعتها. احنا بنتكلم هنا على شارع عمر المختار تحديدا، حي مطرية، حي ضخم جدا، في حوالي 400,000 مواطن، وكلهم حريصين على انه يشوفوا شغلهم ويشوفوا اكل عيشهم، وعندهم سخط شديد جدا على اللي بيتم من اعمال تخريبيه بها يعني تابعين لعصابه الاخوان المسلمين وهكذا. لكن احنا انا طلبت من رئيس حي المطريه ومن رئيس حي عين شمس ان يجيبوا لنا حصر بكل التلفيات اللي حدثت للمواطنين تحديدا. عارف كان في عربيه امبارح تاكسي اتحرقت، وفي محل او اثنين حتى فيهم تاثروا بالانفجارات اللي تمت، واحنا طلبنا ان احنا نعرف تفاصيل اكثر عشان نشوف نقدر نعاون المواطنين دول ازاي، لان ما لهمش ذنب في اللي حصل ده. طيب يعني حضرتك علشان نقضي على المشكله نهائيا من جذورها، بنتطلب تطوير المناطق المكتظه بالسكان في محافظه القاهره ومنها المطريه. الخطه المستقبليه للنهوض بهذه المناطق علشان نتجنب حدوث هذه المشاكل المستقبليه. انا بس عاوز اقول ايه؟ انا عاوز اقول المطريه طبعا حي كبير. ايوه. والمطريه من الاحياء الجديده ومن الاحياء اللي هي على حدود محافظات ريفيه. فعلا. وعاوز اقول ان معظم الاعمال دي زي ما انا قلت من شويه بتتم عن طريق ناس بياتوا من بؤر اجراميه خارج القاهره ينفذوا هذه الاعمال ثم يعودوا مره ثانيه. احنا في المطريه وفي عين شمس بننفذ عده مشروعات مهمه جدا، بننفذ محاور طرق جديده في المنطقه، في مشروع كبير اسمه مؤسسه الذكاء هينتهي ان شاء الله في نهايه شهر فبراير اللي جاي بالتالف حوالي 250 مليون جنيه، بنعمل سوق للباعة الجائلين في ارض التابعه للاوقاف في المنطقه، بنقوم بتطوير يعني اماكن عشوائيه كثيره جدا في المطريه وهكذا. يمكن المطريه تحديدا عاوز عنايه خاصه في شان ايجاد فرص عمل، لان في شباب كثير هناك اعتقد انه يبحث عن فرص عمل. أيوة. وانا يعني انا في نيتي ان انا اتكلم دلوقتي مع السيد رئيس مجلس الوزراء ونشوف عاوزين نعمل يعني دفعه كبيره جدا. هي محتاجه تطوير للاسواق خصوصا اذا كانت مكتظه بهذا العدد من السكان، فالاسواق التجاريه يعني في هذه المرحله هتبقى مناسبه وسريعه. بالظبط. هو المنطقه على فكره على اطرافها في مجموعه مصانع كثيره جدا في شارع
السواح، في شركات قطاع الاعمال العام، شركات ديسكو مصر، وشركات ادويه كثيره، لكن عدد السكان هناك كبير. وزي ما قلت الحي بيجيله عدد كبير جدا من المحافظات الريفيه اللي حواليه، ونحتاج ان احنا نخلق فرص عمل جديده في المنطقه دي يعني. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور جلال السعيد محافظ القاهره، اديتنا صوره سريعه عن ما يحدث في المطريه، والحمد لله حضرتك طمنتنا على هدوء الاحداث واستقرار الامن حاليا، وايضا الجهود اللي بتقوم بها المحافظه لحصر التلفيات والتعامل مع المضارين، بحيث انه يكون في امكانيه ان احنا ان شاء الله الدوله تساهم في يعني تعويضهم عن الخسائر، لان حضرتك اكدت على ان اهالي حي المطريه ما لهمش علاقه بهذه الاحداث، وان هناك عناصر مندسه بتقوم باعمال الشغب. بشكرك شكرا جزيلا.